جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ذمار في اليمن. باعث الرسالة المستمع أحمد بن محمد الجبري. الأخ أحمد يسأل ويقول: هل تجوز القراءة على الموتى وهل يصل أجرها إليهم؟ جزاكم الله خيرا. القراءة على الموتى غير مشروعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإنما المشروع الموتى الاستغفار لهم والدعاء لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة عنهم. كل هذه الأمور وردت في السنة أنها تفعل عن الأموات، وأن الله إذا تقبلها وصل ثوابها إليهم. أما قراءة القرآن للأموات فهذا لم يرد به دليل، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. والبدع والمحدثات لا خير فيها، لا للأحياء ولا للأموات. نعم.